قسما بالله هو ده اللي حصل. لا ومش كده وبس، ده في انقح بنت اللي اسمها سينا اللي مرميه في السجن دي، والوليه اللي اسمها زينات اللي نظرها راح، كريمة هي اللي متفقة معاهم على خطف ابن حسن. انا هوديكوا كلكوا في داهيه. تعالى هنا، رايح فين؟ رايح اقلب الدنيا على راسك وراس عيلتك واحد واحد. ما كل واحد لازم يعرف حقيقته. انتوا فاكرينها ايه سايبه؟ انت فاكره يا بنت ان انا هجيت منك من شويه؟ ولا تكونيش فاكره ان انا رجعت لك غصب عني. انا رجعت لك عشان حاجه واحده بس، اللي في بطنك. انما العيله دي انا ما يشرفنيش اقعد فيها يوم واحد بس. انت الغل والحقد والطمع عموك. الغل والحقد دي انا اتعلمتهم منكم، ده انتوا معلميني. تفكراكي لوحدك؟ قلت ابات معاكي. مالكم متعاركين ولا ايه؟ مفيش يما، بس فتحي دماغه جايباه شمال ومحتاجه عدله. ما هو طول عمره دماغه شمال. بلك انت بعد عملتك وجوازك من مفيده كان لكش قعاد في البلد، بس احنا قلنا معلش عشان خاطر البت الغلبانه داي وغمضنا عينينا. يا ترى هتغمضي عينيكي برضه لما تعرفي ان كريمه هي اللي قتلت فريده وابنها؟ الكلام اللي بتقوله ده يخرب بيوت وتطير فيه رقاب، انت شايف الدنيا مش ناقصه. ما انا مش هسيب مروان كده على عماه، الراجل لازم يعرف، لازم يرتاح. الراجل من ساعه ما مراته ما ماتت وهو هيموت عايز يعرف مين اللي قتلها وقتل ابنه. مش هيصدقك عشان مروان عاجل. اهدى يا فتحي، ده اللي بيلاقي حيطه تداريه بيقول الحمد لله. يا راجل ده انت عايش وسط اكبر عيله في البلد. وعشان اكبر عيله في البلد ما ينفعش كبيرها يفضل كده على عماه. وعشان انت كمان تعرفي ان انت متجوزه انضف واحد في العيله دي. انت واحد من العيله دي يا فتحي، عيب يعني لو عينك شافت حاجه حفشه تدور وشك تعمل روحك مش شايف. ليه؟ عشان ايه؟ عشان ايه؟ كل واحد في العيله دي لازم يعرف حاجه، وانا مش هقول حاجه غلط لا سمح الله، انا هقول اللي شفته. مش هتجيبها البر. هو مين ده اللي مش هيجيبها البر؟ يعني اللي بيقوله ده صح ياما؟ ايوه صح، انت لسه بتسالي؟ حصل وشفته بعينيا. يا مري ده لو مروان عارف مش بعيد يقتلها، قعد الطين اللي حطه على دماغنا. انت تسكت خالص وتقفل خشمك. لا مش هسكت، انا بقى عايز مروان يقتلها ويخش السجن ويتعلق لكم كده على حبل المشنقه، عشان الكبير اللي انتم مصدعيننا بيه ده تشوفوه جثه قدامكم كده. انت مش هتطلع من هنا يا فتحي. بعد عني يا بنت بدل ما اخلص عليك. مش هسيبك. فتحي الكلام اخده عطا حبيبي. لا عطا بقى ولا عطيه، الكلام خلص خلاص. يعني مش ناوي تسكت يا فتحي؟ لا يا جبريه مش ناوي، وريني بقى هتعملي. يا خسارة خسارة يا فتحي. سأقول لك إيه، محدش بيهرب المكتوب يا ولدي. الله يرحمه. شد حيلك يا بنتي. نورت البيت والله. اللي بتعمله ده مش حلو يا حسن. ليه يا ست نعيم؟ وانا عملت حاجه غلط لا سمح الله؟ ده انا جايبك تقعدي هنا تغيري جو كام يوم. عصام مش هيسكت لك على اللي انت بتعمله ده. عصام
هنشوف. نفسي افهم انت عايز ايه من تصرفاتك دي؟ لينا امانه عندك. عندنا؟ ايوه عندك. امانه ايه دي يا اخوي؟ لا بقى، ده انا اللي ليا عندكم وكتير وكتير قوي. ليا حقي من ميراث عبد الحكيم الله يرحمه، وحق ابني اللي انا مصهينه ومطنشه عليه. تقوم تقول لي حق؟ حق ايه بقى يا الدلعات؟ اخوي لحمنا، احنا عايزينه. احنا؟ انتوا مين؟ احنا البيت الكبير. بيت الكبير؟ اه، على حد علمي يا اخوي ان البيت الكبير ده اتحرق وبقى كومه قش. البيت الكبير موجود واهله موجودين وهيفضلوا طول العمر موجودين. بأماره ايه؟ ها؟ بأماره ايه؟ بأماره ما جيتلكوا زمان وانا مسكينه وعايزه الدره تحت جناحكوا؟ بأماره ما كنت عايزه اتحمى فيكوا وطردتوني؟ طب ما انا بقول لك اهو، انت حره في نفسك، انما اخوي هيبقى في حضننا. ابني هيتربى في حضني يا حسن، لا هو رايح هنا ولا هنا. يا ست نعيمه، وانا احرمك منه لا سمح الله؟ بالعكس، انت في اي وقت اي وقت عايزه تشوفيه هتلاقيه. يا ريتا ريتا. ايوه يا حسن، انت بتزعق ليه كده؟ في ايه؟ شوف الست نعيمه لو عايزه تشرب حاجه ولا تتعشى، بعدين خديها تختار الاوضه اللي هي عايزاها عشان تنام فيها، اصلها هتشرفنا هنا كام يوم. لا يا اخويا انا مش عايزه لا اكل ولا اشرب. انت ايه خطفني؟ انا مش هقعد هنا ولا لحظه. اعمل اللي قلت لك عليه. منورة يا ست نعيمة. شكرا يا اختي. بس يا حبيبتي بقى، بس حد يعمل عمليتك السودة دي يضربه بالسكينة؟ احنا ناقصين يا ولية. اكتمي اكتمي خالص يا شيخة، هتودينا في داهية بلا نيلة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه اللي حصل؟ مات يا الدعاء الاخ، كان هيسقطها. هو فين؟ جوه جوه يا اخوي. سقطها. ايه هتعمل ايه؟ هشوف دكتور، يجي يشوفه قبل روح ما تطلع. صح صح. يا دكتور انا مروان عبد الحكيم. لا 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 لا، جايبه الشاي عشان نقعد ونتكلم كلمتين حلوين مع بعض.